الأعياد والمناسبات خلقت النسيج المصري كما نراه اليوم. احنا لما بنقول مصر سبيكة عصية على الكسر، هذا ليس كلاما للشعارات، ولكن هناك تاريخ طويل من الثقافة، تاريخ طويل من الأديان، تاريخ طويل من العلاقات والعادات الاجتماعية التي تضافرت وصنعت الشخصية المصرية الحالية. الشخصية المصرية الحالية تتأثر بالتاريخ الفرعوني والثقافة الفرعونية، تتأثر بالمسيحية، تتأثر بالإسلام، تتأثر بالثقافة العربية بشكل كبير. كل هذه المناسبات صنعت الشخصية المصرية بالطريقة التي نراها، وبالتالي لدينا ذخم وتراث مهم جدا. وعشان كده لما بنقول فعلا صعب تفرق بين المصريين، دي حقيقة، لأنه العادات معظمها، انت لو عملت دراسة تحليلية حول الصيام، حول الذهاب إلى الكنيسة، حول خلع الحذاء، يعني صحيح الكنيسة الجليمة ما فيش خلع الحذاء، لكن لو بصيت إلى الدخول إلى المسجد خلع الحذاء، الدخول إلى الهيكل في الكنيسة الأرثوذكسية خلع الحذاء، هناك الكثير من العوامل مشترك التي شكلت أرضية مشتركة، والتي شكلت الشخصية، والتي شكلت الثقافة، وبالتالي هذه المناسبات لها قيمة. يعني احنا كلنا هنطلع في احتفال الربيع مع بعض، احنا كلنا بنحتفل بتحرير سيناء مع بعض، وحتى لما تأتي الى شهر رمضان هتكتشف ان كثير من العادات المشتركة الموجودة، وبالتالي دي الشخصية المصرية اللي احنا بنأكد عليها واللي احنا بنحبها ونحترمها.